اسمعني لوليد، انا تفرجت فيك المرة اللي فاتت في ملة توينسة مع كريم الغربي. أي. وكل أسئلة ثقافية يلزمكم في الحلقة العاشرة تكونوا حارقين هالكل أسئلة ثقافية كل تعرفوهم. صحيح احنا حفظناهم في شهر حفظتوهم. الحلقة الجاية كي عيطلكم تبدأوا حاضرين. نمشي للسؤال الأولاني. واحد من الشخصيات العالمية اللي موجودين توا قدامكم مش كاتب مسرحي. ماهوش كاتب مسرحي. تشيركوف، بريشت، بيكيت ولا أرثر ديمنز؟ بالزهرة سهل برشا أرثر ديمنز وبيكيت. انا بريتش. مش الاقوى واحد بريتش بتاع الربيع. عرفت بريتش بتاع الربيع؟ بريشت بريشت المانيا بريتش رد بتاع الربيع يلعب في البوندز ليغا. والله خلطت على كرهاس رومينيغا الماني بريشت هذاك واحد منهم اختاروا الاولاد. تشيركوف 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 يا ودي انا تشيركوف مش اسمه تشيركوف 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 اسمه تشيركوف هي تنطق فيه تشيركوف تشيركوف ماهوش كاتب مسرح. يعني كاين انا قلت طارق ذيب ماهوش لاعب كوره. الإجابة اسمعي ما نحبش فيهم لوليدك كيكا بيسر. ما زلتش السؤال الأولاني يا شادي وخاي بشوية ولا نزل عليك بريست هذاك كاو 4 مليون يلا تكاو. تشيكوف كاتب مسرحي روسي من أهم الكتاب بتاع المسرح الواقعي. بريست كاتب مسرحي ومخرج مسرحي ومنظر مسرحي ألماني خلق لا ديستانساسيون تياترال فهمتني كور في البوندز ليغا ربي عينك ولا في هيرتا برلين برلا شيخ روحك. وعندك بيكيت كاتب مسرحي عبثي زاد ظهر بعد الحرب على عبثي ركز على عبثي عبثي يعني يلعب ديس عبثي عبث بان اسكت. هو ارثر ديفنس اللي هو اوبيرالي نوعا ما في المسرح الاوبيرا فهمتني هو اللي نورمالمون ماهوش كاتب مسرحي. أي يا لوليد السؤال الثاني سهل ربي معاه ونسبي. السؤال الثاني يقول الممثل اللي يؤدي دور بسيط ومن غير كلام نسميوه دور ثانوي كومبارس وإلا ممثل صامت. الأكتور اللي يبدأ دور متاعه هكا سامبل على الأخر وما يتكلمش. أي مش الممثل اللي يقوم هكا كالسيلويت يبان وما يبانش وما يتكلمش ساعات ولا هكا اللي عرفتها. نبداو مثلا انت بطل في المسلسل وعمار بطل وينك اللي من تالي في القهوه متعدي. نترشف في القهوه دور ثانوي. لا ممثل صامت ما ينسبش يكون ماهوش ممثل صامت. سي بيان صحيح كومبارس دونك كومبارس اللي هو فيغورون فيغوراسيون فيغوراسيون. عندكم ان بوان ليلي عندكم ان بوان ان بوان ان بوان. نمشيو للسؤال السادس. نحب نربحهم انا راهو يا اخي مين تحكي معايا انت ما انا بلاصه من كل بلاصه شدي. اسمعني انا نحب نربحهم راهو ما عنديش مشكله. نمشي للسؤال الثالث. شنو هو الترتيب؟ انا مادام حاضر معايا شد العرفي ومن الناس كان هكا شنو هو بتاع الكرة سهلين. شنو هو ترتيب المسرح في الفنون؟ يعني هل هو الفن الاول ولا الثالث ولا الرابع ولا السادس؟ الفن الرابع. الفن الرابع. الفن الرابع هو الجواب صحيح. تعرفوا الفن الرابع شنو هو؟ والفن السابع يقول لك والفن السابع شكون؟ الفن السابع ما فماش الفن السابع والسينما يعطيكم صحة. دونك مازال ثما جود كرونومتر هذايا سهلة. نورمالمون تفرجتوا في مسرحيات توانسة على ريغور تعرفوا مسرحيات توانسة باش نخلي لكم الشوا معناها مفتوح برشا. في 15 سكوند تسميو لنا ثلاثة مسرحيات تونسية. المكي وزكية والمحادحة تقول مريش وفردة لا فردة وقت مسرح. المكي وزكية والمحادحة تقول مريش والكريت. خالد دمشي خالد دمشي ما نعرفش ثلاثة مسرحيات. ما تفرجش في ثلاثة مسرحيات خالد. تفرج مش شد ثلاثة من المشكلة. ذكر ذكر والله ما شد. أمي تراكي يمشي أمي تراكي ليه عاد هو نعرف الوقت ثاني هو يسأل فيه مش نعاونه نمحط حتى المريش نحيت هاكي نحيت هرجع ثلاثة كيف قلت لك المكي وزكية والكريتة والكريتة واسمه مش الزوزي سميتهم فيلم كوميدي. لا لا محط حد المريش سردوك الريش وقلت له لا مش قلت سردوك الريش لا انت يظهر لي كيما الاربيت تاع مالي شوقف تروح 85 شنو كريته شنو كريته مسرحيه بطولة لمين النهدي وعندك مكي وزكيه لمين النهدي موسم ذويب والمحط حد المريش هي الفرده والقطوخته اللي دو بيرسوناج اللي خدموا في الفيلم هكاو ماهيش مسرحيه فيلم ماهيش مسرحيه انت عندك دو بوان
توفياك توفياك سردوك الريشو ماهيش ما قلتش سردوك الريشو مسرحيه سردوك الريشو زاد اي قلت ما سردوك الريشو رجع لي الفار قلت بحط حكم رايش زاد المغرس سي بون قال لا رجع الفار قال معايا قال معايا نجيب الكاتريام سي بون قال لي اسمع مازال لكم لك سانكيم كيستيون ساهل برشا باش يعاونكم شاد لي وشاد لي قبيله قال لي راهو ينجم يعمل لكم دي تيست هكا في المسرح نشوفوا هو بعد الاسئله هذوما اللي نجم تراهم يكونوا في المسرح ولا لا والله والله دي جون برومي تذكر جعايدك العام ممثل في مكتوب ممثل في مكتوب ومجدي تراوري زاد ممثل في مكتوب ومجدي تراوري فهمتني مثله حتى يعني مثلت والله مثلت باهي موجود كاميرا كافيه ما شنو نجيب في الكوره برا شويه العكيشي يمثل معاك في بوليس والعكيشي يمثل معانا اختفناه متعدي اسمع هذاك الكومبار حتى عبد النور في بوليس عبد النور مثل اللي جنقر معانا يعني جواريت ينجموا يكونوا راهو يأديوا يعني ينجموا بشويه ما كنت عامل البيبينيير غادي بتاع الجواريت ايش محذيين انا نعطيك دروس في المسرح فهمتني تخرج امورك ستة زين هز عمار تروم مغروم انت وعمار يا مخيط هكا جاكم ديكور غراتوي بالحق والله راهو علاش تخلط له بالله الدنيا كل تخلط له هو في ساعه يعمل جواد كيلات ايش تخلط له والله يجي والله هو اقوى حاجه في التمثيل انك ما تمثلش شي مكفيه هو شو يقول لك ودي تصب له ديريكت ليه والله ليه بالحق شيخه راهو المسرح معناها مش بالضروره تكون ممثل معناها حتى لروحك لتكوينك الشخصي والله نجي والله ديجا عندكم 2.5 تسميو معناها قويين في المسرح قويين على الاخر شقاو لك قويين في المسرح صاحبي ما همش باهين يفكوا مليح